وهحلل لكم هنا كالعاده المباراه فنيا بتفاصيلها بشكل مختلف يعني بشكل مفصل. والزمالك ليه النهارده كان عنده مشاكل. اول حاجه زي ما اتكلمنا مع الكابتن خالد نبدا بصاحب الارض فريق غزل المحله. ابتدى اللقاء بال 4-4-2 وهو معهوش الكوره يعني بال 4-4-2 بشكل كبير بعمرو شعبان في حراسه المرمى وقدامه يحيى حامد اللي كابتن خالد قال لنا ان هو لاول مره ان هو ده اصلا مهاجم وهو اخترع له المركز ده لعبه باك يمين لان عنده مشاكل في الحته دي. وفتح الله اللي انا بقول لكم واحد من افضل السنتر باكات والكلام ده انا قلته لكم الاسبوع اللي فات ان فتح الله محمد فتح الله واحد من افضل السنتر باكات اللي موجودين في الدوري المصري. احمد عيد وفتحي مبروك باك ليفت وفي نص الملعب اشرف السيد واحمد عادل على الدايره وعلى اليمين خالد رسلان وعلى الشمال عبد الله يحيى واثنين مهاجمين هشام بلحه واسلام فؤاد. ده الشكل اللي بدا بيه نادي المحله. في حين النادي الزمالك بدا بال 4-2-3-1. نادي الزمالك ما لعبش 4-3-3 لان النهارده شفت ناس بتقول في التلفزيونات ان الزمالك كان بيلعب 4-3-3. لا، الزمالك كان بيلعب 4-2-3-1 بابو جبل في حراسه المرمى، حازم امام، عبد الغني، محمود علاء وفتوح، في نص الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي، وامامهم نمر 10 امام عاشور، وناحيه اليمين زيزو، وناحيه الشمال اشرف بن شرقي، وراس حربه اوباما. طيب اول حاجه لازم اشرح لكم، انا ما رضيتش يعني اطول على الكابتن خالد دعيد لكن انا خدت من كلامه يعني واشتغلنا على الماتش كويس جدا. الكابتن خالد عيد اختار ان هو معهوش الكوره في الشوط الاولاني ان هو يلعب خط دفاع متوسط زي ما قلت لكم، زي ما انا قلت معاه زي الصوره اللي انتم شايفينها قدامنا بخط دفاع لا واطي ولا عالي بال 4-4-2 وساب الاستحواذ لنادي الزمالك بشكل كويس، ما عندوش اي مشكله طول ما اللعيبه شغاله واللعيبه بتاعته بتعمل شيفتنج وبترحل وبتقفل المساحات بشكل كويس. تاني زي ما انتم شايفين اغلب الاوقات في الشوط الاول المسافه ما بين خط الدفاع وخط المرمى 35 متر. وده ذكاء من خالد عيد لان في مدربين كتير وهي تيجي تلعب فرقه كبيره يضرب باك ينزل 5-6 متر زياده يبقى خلاص كده هو بيقول لك ايه الانجليزي يقول لك هيز انفايتنج بريشر، بيستدعي الضغط عليه، بيخلي اخطاء الدفاع بتاعته تبقى قريبه جدا من حارس مرماه ومن المرمى بتاعه فتدخله في مشاكل. فالراجل اختار ان الناس تغلط بعيد واجبر الزمالك ان هو يلعب الكره على جنب، واول لما الكره بتتلعب على جنب بيبتدي ان هو يرحل وان هو يضغط. نشتغل تاني، ده الشكل. الراجل الراس حربه بقى التاني اللي هو السنتر فورورد اللي مكتوب سي اف دي قدامكم اللي هو واحد من اسلام فؤاد وهشام بلحه بيروح مايل ناحيه لعيب الدايره اللي بتاع نادي الزمالك عشان يمنعه ان هو يستلم. والباك ليفت الراجل الباك ليفت موجود طبعا في الحته بتاعته، والسنتر باك اللي ناحيته الكوره بيميل يغطي ناحيه الكوره بشكل كويس. والراجل طبعا لعيب نص الملعب موجود عشان يبقى فيه زي ما انتم شايفين حضراتكم في ناحيه الجنب خمسه لعيبه موجودين على ثلاثة لعيبة من نادي الزمالك. عشان كده نادي الزمالك واجه مشاكل كبيرة جدا في الشوط الأول. اللي ساعد خالد عيد على ظهوره بشكل جيد طبعا تحفيز فرقته والتنظيم وكل الكلام ده كله، لازم ندي الناس حقها. الحاجة التانية إن الزمالك اختار وباتشيكو اختار إن هو يلعب بدون مهاجم ولعيب نمرة 10 اصلا مش لعيب نمره 10. لعيب ما بيعرفش يستلم الكره بظهره. لعيب ما بيعرفش يستلم الكره بين الخطوط. فالنهارده مفيش ولا لعيب في التلت الهجومي بيجري في ظهر ديفنس المحله. اوباما على طول بيسقط يستلم في رجله، وعلى فكره الموضوع مش موضوع مين بيلعب. الموضوع اللعيب متقال له ايه. انت النهارده متوقع ان فرقه هتنزل تقف لك ب 10 لعيبه ورا، وان فرقه هتعمل لك كثافه دفاعيه بشكل كبير جدا، يبقى لازم الناس اللي عندك قدام يبقى في اتنين منهم على الاقل بيجروا في ظهر الديفنس. الراس حربه اللي بيلعب لازم يبقى بيجري في ظهر الديفنس. شايفين يا جماعه ليفربول الناس اللي بتلعب قدام مثلا لو فيرمينيو بيسقط لتحت
بتلاقي دايما على طول ماني وصلاح دول بيجروا في ظهر الديفنس. كام جول جابوا صلاح وكام جول جابوا ماني؟ الكره طالعه من فان دايك او من هندرسون او من اللعيبه اللي بتبني الهجمه في ظهر الديفنس، والناس بتتحرك بتروح تجيب جون، او الكره بتترد الكره الثانيه تتاخد يروح يشتغلوا. نادي الزمالك النهارده اضاع 45 دقيقه عشان الثلاثه لعيبه بتوعه اللي بيلعبوا قدام كلهم بيستلموا الكره في رجليهم. نكمل. ده الشغل بتاع المهاجمين، واحد من السنتر فورورد كان بينزل من المحرك. نكمل تاني يا جماعه، نكمل بعد اذنكم. شايفين ألذ ماتش واحلى ماتش واسهل ماتش لدفنس المحله، او اسهل شوط لدفنس المحله، وانا اتفرجت على المحله 3 4 مرات، الشوط الاولاني بتاع ماتش الزمالك النهارده. ليه؟ لان لعيبه الزمالك كلهم بيستلموا الكره قدامهم، كل اللعب قدامهم، فقدروا ان هم يطلعوا ما بيرجعوش. عارفين لو في 2 لعيبه بيجروا في ظهر الديفنس، كان خط الديفنس بتاع المحله اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كان سقط 10 متر غصب عنه. الناس بتجري في ظهره، لازم يسترتش يرجع. انما النهارده اسهل شوط لدفاع المحله الشوط الاولاني، بسبب اسلوب اللعب اللي كان بيلعب بيه الزمالك وطبيعه اللاعبين اللي بيلعبوا قدام. الكرة الوحيدة اللي راحت خطر للزمالك في ال 45 دقيقة الأولى، زيزو اتحرك في ظهر الديفنس. هو انت النهارده لو عندك راس حربة بيسقط يستلم في رجله. زي كده يا جماعة الراجل فيرمينيو لما بيلعب قدام، لازم الوينجرز اللي بيلعبوا في ظهره يبقوا بيجروا في ظهره. إنما أنت هو بينزل يستلم وهما بيستلموا في رجليهم، خلاص بقى الماتش سهل جدا بالنسبة لأي ديفنس، حتى لو دفاع هواة، حتى لو فرقة درجة تانية. فما بالكم بفرقة منظمة زي المحلة. وتاني امبارح انا لما قلت خلوا بالكم ماتش يا جماعه المحله، انا ما كنتش ماتش صعب، انا مش بقول كده، انا مش عبيط، انا قاري اللي بيحصل ده، انا شايفه اللي بيحصل وعارف طبيعه اللعيبه اللي بتلعب. النهارده الزمالك كان لازم يبدا براس حربه نمره 9، وانا بسال سؤال، امتى اسامه فيصل هيلعب؟ النهارده راجل لعيب كويس، ولعيب لما كل ما لعبته كان كويس. ماتش اهلي نزل جاب جون، ماتش زد في الكاس نزل جاب جون، الماتشات اللي بيشارك فيها بيأدي بشكل كويس، بيعمل لك مشكله. وعلى فكره الجون اللي جابه فرجاني ساسي بدايته من اسامه فيصل، لو اسامه فيصل ما كانش موجود في الملعب، اسامه فيصل لف استلم لف اتصرف في الكوره كويس لامام عاشور، اتلعبت بالعرض، وهشرح لكم الجون. انما النهارده لعيبه الزمالك وباتشيكو خلوا الشوط الاولاني اضاعوا 45 دقيقه ويمكن 55 دقيقه كمان، لكن خلينا نقول 45 دقيقه، كان بيقولوا للمحله اتعادلوا معانا او اكسبونا في شوط واحد بس مش مشكله، 45 دقيقه دي خلاص. تاني الكره الوحيده زي ما حضراتكم شايفين اللي عملت خطوره، اللي طبعا زيزو اتحرك فيها بشكل كويس. المفروض الكره دي تتعمل من فرقه كبيره في ماتش زي ده، اللي هي زيزو خد قرار ان هو يجري في ظهر الديفنس، المفروض الفرقه دي تبقى متمرنه عليها وبتعمل الكره دي على الاقل في الشوط 7 8 مرات عشان تقدر ان انت تخلخل الديفنس بتاع الفرقه اللي قدامك. النهارده في 45 دقيقه مره واحده الكره طبعا اتلعبت لزيزو، زيزو استلمها على صدره، كان لازم ان هو ياخد قرار ان هو والراجل طالع له الجون يحطها من فوقيها من تحتيه، خد قرار ان هو يدوس عليها يطلع بره اللعب. قرارات غريبه جدا من لعيبه الزمالك في الثلث الاخير في الملعب، قرارات غريبة جدا، سواء في ان باس غلط، كروس غلط. المفروض الباك رايت والباك ليفت بتوع الزمالك دول او الوينجرز بتوع الزمالك دول لما اوصل للحته دي لازم الكروس يبقى مظبوط، لازم الكروس يتعمل صح، مش كروس صح وسبعه غلط. لازم بتدي ثقه للناس اللي قدامك ان انا لا، الناس دي ناس ما عندهاش الكواليتي ان هي تكسبني. وتاني انا ما بقولش الكلام ده وما بديش كريدت لفرقه المحله، فرقه المحله عملت ماتش 10 على 10 على قد امكانياتها، وده اللي انا قلته وحذرته من امبارح. الكره الوحيده في شوط كامل من فرقه المفروض بتنافس على الدوري ان الراجل يجري في ظهر الديفنس، هي الكره الوحيده دي اللي اتعملت، اللي زيزو جري فيها وراح مستلمها على صدره واتصرف فيها، اتصرف فيها غلط. في الشوط الثاني الكابتن خالد عيد اضطر بسبب عشان ما عارف ان لعيبته ما تقدرش تجاري نفس الشكل ده بالشكل بنفس المخزون البدني عنده عند لعيبته، ما يقدرش ان هو يكمل زي الشوط الاولاني، فراح ساقط 10 متر. عشان كده فرقه الزمالك في اول الشوط الثاني زي ما كابتن خالد عيد قال لنا بقت فرقه مختلفه،
لعيبه نص الملعب ابتدت تستلم كره براحتها، فرجاني ساسي بقى عنده وقت على الكوره، طارق حامد بقى عنده وقت على الكوره، لكن برضو فضلت نفس المشكله اللي موجوده، ان الكره لما بتروح على جنب بتتعمل كروس، الناس واقفه ستاند ستيل، مفيش حد بيتحرك، مفيش حد بيقطع القريبه عشان يسحب حد معاه، مفيش، كل الناس واقفه. حتى هتلاقوا كل الكور اللي جت للعيبه الزمالك، حتى اللي جت لفرجاني ساسي، وهقول لكم نطين من مكانهم وبيلعبوها. كورتين لامام عاشور وكره لفرجاني ساسي وكره لاوباما، كلهم نفس الكلام. النهارده الزمالك عمل كل حاجه عشان ثلاث نقاط في جيبه، اذا سمحتوا لي ان انا اقول كده، ان انا في المنافسه طلعهم من جيبه ورماهم على الارض. بكل صراحه. وانا بشرح لكم فنيا اهو، ده الشكل اهو اللي الكابتن خالد عيد اضطر ان هو يلعب بيه في شوط تاني بسبب امكانيات لعيبته البدنيه واللي عمله صح. لغايه ما جه هدف الزمالك بتاع ساسي. جه امتى؟ لما اسامه فيصل نزل. يعني طبيعه المهاجم، طبيعه اي مهاجم نمره 9، المهاجم الكويس اللي زي اسامه فيصل ده، اللي زي مصطفى محمد، اللي زي اي لعيب نمره 9، اي لعيب نمره 9 والكره بتتلعب بالعرض، هيروح واخد خطوتين قطع على القريبه. الكره الوحيده في الماتش اللي فيه راس حربه راح قطع على القريبه، سحب الناس معاه، فرجاني ساسي فاضي، راح طلع حاططها بدماغه جون. شفتوا بقى اهميه وجود راس حربه صريح؟ انا بشرح لكم ليه لازم يبقى فيه راس حربه صريح، عشان يبقى راجل بيتحرك في ظهر الديفنس، يعمل استريتش للديفنس، يرجعه 10 لورا، 10 متر لورا، فيبقى عندك وقت على الكوره الناس تتسحب، وان في الكرات العرضيه يبقى عندك راس حربه بيتحرك. الكره اول لما الراجل اسامه فيصل نزل اهو، ده الكروس بتاع امام عاشور، فضى الناس، اول كوره راح فرجاني ساسي طلع راكبها بدماغه حاططها كويس جدا. طب الزمالك في الدقيقه 70 جاب جون قدام المحله اللي طول الماتش يعني ما شكلتش يعني اي خطوره تذكر عليك، ولكن منظمين وشغالين كويس صح. ايه اللي خلى باتشيكو، وبرده سؤال فني، انا راجل شغلتي، انا مش لا بقطع في الراجل ولا بتاع، انا بحب باتشيكو على فكره، ما عنديش يعني مش من الناس اللي يعني وفي اكلح الظروف وبدعم باتشيكو، لكن انا شغلتي ان انا احلل فنيا، فاتمنى ان محدش يزعل مني، دي شغلتي دلوقتي، انا راجل مقدم ومحلل فني، مقدم برنامج ومحلل فني، فلازم اشرح بالظبط، وقوتي كمقدم ان انا راجل اصلا فني، فلازم ان انا اشرح بالظبط. اي مدرب بتاع فرقه كبيره جاب جون 1-0 وماسك فرقه ضغطها في نص ملعبها مش عارفين يطلعوا من نص ملعبهم، اي مدرب فرقه كبيره ما يعملش تغييره دفاعيه، لازم ان هو يكمل بنفس الشكل فنيا وخططيا ونفسيا. ليه؟ التغييره اللي عملها باتشيكو بنزول اسلام جابر وخروج اوباما وقلب طريقه اللعب ال 4-3-3 على الدايره دي، اعملها امتى؟ اعملها وانا بلاعب فرقه بتهددني من اول الماتش، ولما صدقت ان انا اللي جبت فيها جون فهقفل بقى. انما مع احترامي مش قدام المحله، ومش قدام الشكل اللي كانت المحله بتلعب بيه. التغييره دي، وانا سالت سؤال ده لخالد عيد اول سؤال عشان اخد منه الكلام لان انا عارفه. ايه الرساله لعيبه الزمالك ان الراجل بتاعنا اللي واقف بره ده عايز يحافظ على 1-0؟ وادى رساله لخالد عيد ولعيبه المحله، لا الفرقه دي خايفه، احنا ممكن نشتغل عليهم وممكن نقدر نجيب جون، وده فعلا اللي حصل. التغييره دي قلبت الماتش على الزمالك. تغييره كارثيه. ما تتعملش من فرقه كبيره. مع احترامي. مش الزمالك الاول لما يجيب جون في المحله، مع احترامي، يطلع النمره 10 بتاعه وتروح منزل لعيب دفاعي، لعيب تالت في نص الملعب. التغييره دي يعملها المحله قدام الزمالك. مع احترامي الكبير لغزل المحله. فرقه صاعده من الدرجه الثانيه، لكن مش الزمالك ابدا اللي يعملها قدام المحله. دي كانت مسج للعيبه الزمالك ولخالد عيد ولعيبه المحله، ان لا الناس دي خايفين، الناس دي نقدر نتعادل معاهم، وهي الكوره كده.
اول لما اسلام جابر نزل جون. طب هتحل ازاي؟ انت طلعت اوباما هتحل ازاي؟ مشكله. اول لما اسلام جابر نزل بعديها بدقيقتين ثلاثه ترك جون. لكن الناس واقفه غلط في الكره العرضيه. محمود علاء الكره ما تطلعش كده ابدا، اخطاء كلها دفاعيه ما تنفعش ابدا. ان انا راجل ما تنفعش تحصل. النهارده كره بتتلعب كروس، اول حاجه طارق حامد داخل لجوه، طارق حامد ده اللي عند السهم ده داخل لجوه في الحته دي بيعمل ايه؟ طارق حامد معلش مع احترامي لو جبتوا لي الكاميرا يا جماعه تمام؟ طارق حامد لازم يبقى هنا. طارق حامد لعيب حماسي جدا، فرح جاري بقى واقف في الحته دي فضه هنا. هي دي الحته لما الكره طلعت جت جون، اسلام جابر الجر بره في الحته دي مكان طارق حامد والكره تتلعب كروس. تمام؟ طارق حامد واقف غلط. الكره الكليرنس بتاعت محمود علاء او ان انا بطلعها والكره بالعرض غلط، ما تطلعش في الحته دي. لكن كان لازم امشي بالصوره. شايفين يا جماعه؟ اهو اسلام جابر الجر هنا عشان طارق حامد مش موجود. عشان طارق حامد مش موجود. وبعدين باتشيكو ما غيرش ل 4 3 3 بس، ب 4 3 3 اول لما 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 الزمالك جاب الجون. عمل حاجه كمان، انتوا عارفين طبعا ان هو قبليها كان طلع حازم امام ونزل اسامه فيصل ولعب امام عاشور باك رايت. تغييره كويسه. تغييره كويسه. تمام؟ اول لما الزمالك جون جاب جون الراجل غير طريقه اللعب ل 4 3 3 وعمل حاجه غريبه جدا. بدل امام عاشور بزيزو، راح مرجع زيزو باك رايت وراح ملعب امام عاشور على قدام، ليه؟ نفسي اعرف. حاجات كلها اسئله بسالها جوه مخي. والله مش كراجل زملكاوي، كراجل بحلل فنيا، بحاول اشوف. كرة اتلعبت بالعرض، محمود علاء نط مع الراجل، طارق حامد اتسحب من مكانه غلط. معلش مع احترامي مش لعيب دولي كبير زي طارق حامد، وانا بكلمكم فنيا بقى. وراهنكم اذا حد شرح لكم الكلام ده بالشكل اللي انا بشرحه لكم مفيش. طارق حامد اتسحب. بدل ما الحته الراجل اللي المفروض شغلته طارق حامد يغطي في الحته اللي هي دي، اسلام جابر اتسحب. كرة اتلعبت. الراجل طبعا وقفها على قد امكانياته، شاطها في وسط الزحمه جون. 1-1. طبعا حل ازاي؟ الزمالك هيحل ازاي؟ وتاني انا ما بتكلمش على اخطاء الزمالك. اللي متابعني من الاول، انا اول حاجه عملت بيها اشدت بيها بالمحله واشدت فيها بخالد عيد. ان اللي بيحلل النهارده لازم النهارده تبقى انت الاثنين شغال في لازم دي فرقتين، لازم تدي الناس حقها انك تلعب على قد امكانياتها. وانا عارف مدى صعوبه ان انت تكسب فرقه كبيره. اسف. وانت بتلعب بفرقه صغيره طالعه من الدرجه الثانيه ولعيبه امكانياتها البدنيه والفنيه ووعيها التكتيكي وحاجات كتيره جدا. المحله الزمالك سمح للمحله ان هو يرجع للمباراه. 1-1. طيب المفروض الطبيعي ان اي فرقه كبيره برضو بتنافس على بطوله ان انت طالما دخل فيك جون خلاص وناقص ربع ساعه. مفيش حاجه اسمها في الكوره دلوقتي مع احترامي ان انا اطلع واحد من السنتر باكاب بتوعي السنتر هاف بتاعي انه يلعب راس حربه والعب عليه الطويل. اللي بيعمل كده فرق الدرجه الثانيه مع احترامي صعب. الجون الثاني دخل في الزمالك، غلطه اسلام جابر، غلط مش عارف ايه بتاع، لكن انا هقول لكم ليه. باتشيكو قرر قبليها ب 10 دقائق ان محمود علاء والجهاز الفني قرر ان محمود علاء يطلع يلعب راس حربه. ده كان موجود في التسعينات والثمانينات وفي اول ممكن، انما دلوقتي مفيش الكلام ده. وجيبوا لي صعب جدا تلاقوا، يعني قليل جدا ان تلاقي مدرب ان هو يعمل كده. خلاص وانس كده انت كده ايه، الفرقه اتهرجلت، الشيب بتاع فرقه الزمالك ده راح خلاص. انت كده اي وقت يخش فيك جون. اهو الجون اهو يا جماعه، بدايه الكره بتاعت الجون. عارف شايفين مين ده اللي عليه اليلو مارك ده فوق؟ ده محمود علاء. الصوره جايه يا جماعه كويس؟ انا مش شايفها هنا. ده محمود علاء. العلامه الصفراء جايه في الشاشه اهو. ايوه ده محمود علاء. الزمالك بيلعب بمساك واحد في الدوري الممتاز، مساك واحد. النهارده الراجل الونش
كل المساحات اللي انتوا شايفينها بالاحمر دي هو بيغطيها لوحده. ده مش موجود في الكوره معلش. واللي اتكلم اكتر واحد كان بيشيد بالجهاز الفني للزمالك وباتشيكو بتاع، انما لما الزمالك النهارده يخسر من المحله وهو بينافس على الدوري لازم نقول للناس والجمهور ليه وايه الاخطاء اللي بتحصل. الكلام ده مش موجود في الكوره. ان انا اخر ربع ساعه اطلع سنتر باك او سنتر هاف من الباكات بتوعي اطلعه على قدام، انا كده بقول لفرقتي ايه؟ خلاص كده كل واحد يعمل اللي هو عايزه. ده اللي حصل. طبعا الراجل زيزو ده مش مكانه، مش باك رايت، ده انا كمان طلعت واحد من المساكين بتوعي لعب قدام وانا اصلا الباك رايت بتاعي مش باك رايت، مش باك رايت، فبقت قصه مشكله. كملوا كرة اتلعبت، اتردت الكرة التانية، اتردت في ظهر زيزو اللي واقف غلط، والونش طبعا واقف لوحده. انت عملت كل حاجة عشان بتقول لفرقة الزمالك اخسروا، خلاص انا مش عايز اتعادل اخسروا، مش مشكلة التعادل زي الخسارة. ازاي انا النهاردة المفروض حتى لو انا فرقة كبيرة حتى لو ناقص 10 دقايق ربع ساعة دخل فيا جون اطلع متعادل ما اخسرش؟ النقطة دي ممكن تكسبني دوري، وممكن في الربع ساعة دي وانا منظم اجيب التاني، اجيب التاني. فكرة ان محمود علاء يطلع يلعب فوق يطلع يلعب قدام كارثة في رأيي. كرة اتلعبت طبعا ماشي بالصورة، اسلام جابر عنده اصرار كبير جدا ان هو يعني ازاي يا وينش هتطلعها؟ لا لا انا خد يا ابني انت والكرة انت والجون بقى، جيب جون خلصت. مش عارف ازاي يعني، مش عارف ازاي الراجل الوينش طلع بيطلع الكرة بدل ما بقى يبعد عنه راح مقابله في وشه، وزيزو وقف مش مكانه، زيزو مش قدرش الوم على زيزو يعني، وقف كره جاب ابو جبل لما صد الكره. لو الراجل زيزو مكمل في صوره تانية معانا ولا دي اخر صوره؟ اه لو زيزو مكمل كان ممكن يخش يشترك معاه وقف يتفرج على الكوره لانه ما عندوش درايه بالمكان ده. الزمالك خسر مباراه ممكن تكلفه، ممكن تكلفه، لكن تاني لازم نشيد بغزل المحلة ونشيد بخالد عيد. الكلام ده انا قلته امبارح والناس طلعت قالت ميدو بيزودها وبتاع، لا انا كنت عارف ان الماتش صعب وعارف ان الزمالك هيبدأ بمشاكل، عارف